المفروض ان ما يطلبش مهر، يعني هم بيجهزوا، الحياه صعبه يعني ما مش مستحملين ان يطلب مهر يعني. هطلب المتاح مش اللي هو يقدر يجيبه. اوكي واي نوت، مفيش مشكله. ده اذا كانت امكانياته مثلا كويسه ماشي، انا برضو نفس الكلام، هنقدر يعني نبقى في مستوى واحد بالنسبه للاغراض اللي احنا هنجيبها وكده للبيت يعني. كل واحد حسب الاتفاق مع العريس، العريس بيجيب ايه والعروسه بتجيب ايه. والله لو هو انسان كويس وانا راضيه بيه باخلاقه ودينه خلاص، هو على حسب امكانياته. احنا من النوع اصلا اللي بنقسم العفش مثلا هيجيب ايه وانا هجيب ايه، الحاجات دي مبدئيا مفيش مهر، هو حسب الاتفاق اللي احنا بنتفق عليه، بس المؤخر ده بيبقى شيء اساسي وبيتكتب كمان في القايمه. المفروض ان انا اصلا ما جهزش بنتي، العريس هو اللي بيشيل كل حاجه او بيجهز كل حاجه، ده شرع ربنا. مش المهر هو الاساس، الاساس هو لازم يكون شاب كويس وانا عارفه، لانه انا بديله اغلى حاجه عندي. من لا عملت لا مهر ولا قايمه ولا مؤخر ولا مقدم.